اليوم بدنا نتعلم كيف بدنا نكتب التاء المربوطة. شو اسمها؟ تاء المربوطة. تاء المربوطة. كيف بدنا نكتب التاء المربوطة يا مس؟ هلا بنشوف. يلا جاهزين؟ يلا شوف كيف بدنا نكتب التاء المربوطة. نعمل أول خطوة، بنعمل خط، عملنا خط بعدين نرفع ومنسكرها ومنحط نقطتين. سهل ولا صعب يا مس؟ سهل. طيب والشكل الثاني للتاء المربوطة كيف بنعمله؟ دائرة. أيوة دائرة. فوقها كم نقطة؟ اثنين. برافو أحسنتم. التاء المربوطة برافو. اكتبي لنا التاء المربوطة. برافو يا تالا احسنتي. يلا ريان مس اكتبي لنا التاء المربوطة. ممتازة مس. شو اسمها هي يا جود؟ تاء المربوطة. شو اسمها؟ برافو احسنت يا مس. طيب مس ايوه كم نقطة عليها؟ برافو. ايوه شو اسم هذا الحرف يا قصاي؟ لا تاء المربوطة شو اسمه؟ برافو يا مس. الكلمة وين التاء المربوطة هون يا جنى؟ لا مس التاء المربوطة. أيوة يلا حطي لي عليها دائرة. برافو. أيوة شو اسمها هي أنا؟ برافو. يلا ميرنا مس اكتبي لنا التاء المربوطة. برافو مس.